السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ، ما حكم التلقيح الاصطناعي وطفل الأنابيب؟ التلقيح الاصطناعي صفه لنا الاصطناعي، يأخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة عن طريق طبيب أو طبيبة. التلقيح الاصطناعي يقول أنه يأخذ ماء الرجل ويوضع في رحم المرأة عن طريق أنابيب إبرة. المسألة هذه خطيرة جدا، وما الذي يأمن الطبيب أن يلقي نطفة فلان في رحم زوجة شخص آخر؟ ولهذا نرى سد الباب، ولا نفتي إلا في قضية معينة بحيث نعرف الرجل والمرأة والطبيب، وأما فتح الباب فيخشى منه الشر. وليست المسألة هينة، لأنه لو حصل فيها غش لزم إدخال نسب في نسب، وصارت الفوضى في الأنساب، وهذا مما يحرمه الشر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا توطأ ذات حمل حتى تضع. فأنا لا أفتي بذلك، اللهم إلا أن يرد إلي قضية معينة أعرف بها الزوج والمرأة والطبيب. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.